السلام عليكم أعزائي الطلبة، عندنا صفحة 122 بكتاب النشاط. هنا يقول لي بي هايلايت ذا امبورتنت بارتس اوف ذا تكست ذن رايت ا سمري اوف ذا مين بوينتس. هنا شو يقول لي هايلايت؟ هايلايت تجي بمعنى شنو؟ شخص، اوضح او بين ذا امبورتنت بارتس، العفو، الاجزاء المهمة اوف ذا تكست من النص. ذن رايت ا سمري، هسه خلي شنو هايلايت ذا امبورتنت بارتس اوف ذا تكست. يقول شخص بين الاجزاء المهمه، هذا النص اللي قرات لكم اياه اعزائي، هذا شنو الاجزاء المهمه، شنو الفقرات المهمه اللي موجوده، انت بعد ان تقرا وترجمه وياك تشوف الاجزاء المهمه من عنده. زين، يقول لي ذن رايت ا سمري اوف ذا مين بوينتس، ثم اكتب موجز، سمري موجز اوف ذا مين بوينتس، للنقاط المهمه. هذا اعزائي ممكن يعني النقاط المهمه، انت شنو تبين؟ اولا تبين الاجزاء المهمه بي، ممكن تكتبها اللي انت تشوفها حسب وجهه نظرك، وتكتب شنو، تكتب ملخص للنقاط الرئيسيه. ممكن السمري ممكن يكون اثنين، ممكن يعني باراجرافين مثلا، ممكن قطعتين، ممكن يعني انشاءين باراجرافين، ممكن يكون عن شنو، ممكن يكون عن الادفانتج والديس ادفانتج، ممكن يكون عن المزايا الامور الايجابيه اللي يتمتع بيها الشوبينج، اللي هو شنو بالنسبه للشوبينج اونلاين، اونلاين شوبينج بالنسبه للتسوق الالكتروني، التسوق عبر الانترنت بالنسبه للمزايا مالته، بالنسبه للادفانتج وبالنسبه للديس ادفانتج. هذه ممكن انت تسويها شنو بسمري بملخص. وانطيكم فد يعني اعطيكم مثلا سامبل سامري، عينه موجز لعينه معينه من يعني الملخص، عينه. طبعا هنا ممكن شو يقول لي، هنا يقول لي مثلا 90، يقول يعني اقل شنو، يقول السامريز هاي الباراجرافين ما يكونن اكثر من 90، يعني اقل من 90 كلمه، نو مور ذان 90 words. مثلا انا اكتب اقول شوبينج اونلاين از ايزي، اقول التسوق الالكتروني از ايزي وسهل، بيكوز يو دونت هاف، لانك لا، لانكم لا يتوجب عليكم تو ترافل اني وير، السفر الى اي مكان، اند يو دونت هاف تو، ولا يجب عليكم تو كاري، ان تحملوا اني ثينج، اي شيء. ات كان اولسو بي تشيبر، كما يعني انه يمكن ان ايضا يكون شنو، بي تشيبر، ارخص، بيكوز the people، لأن الناس selling things، يشترون الأشياء online، يعني online مباشرة عبر الإنترنت. don't have the expense، يعني ولا the expense of running، وما يتحملون شنو، لا يجب عليهم تحمل expense، نفقات of running، نفقات الركض أو التجول، running a shop، يعني من محل إلى محل واحد يروح ويتجول. and because you can easily كومبير، وبسبب انكم تستطيعون كومبير، المقارنه، مقارنه برايسز، كومبير البرايسز، مقارنه الاسعار اونلاين مباشره عبر الانترنت، اند فايند ذا تشيبست، وايجاد الاسعار، ذا تشيبست، الارخص. زين، هذا ممكن يكون مثلا حول المزايا، يعني انت ممكن تخليه شنو حول المزايا، مثلا هذا انا اعطيتك مختصر، انت ممكن تتوسع به، تكتب شنو، تكتب باراجراف اوسع، هذا طبعا اذا طلب من عندك المدرس. طيب، ممكن تكتب عن ذير ار تو ديس ادفانتج، هنالك يعني اضرار اثنين مثلا. فيرست، اولا يو ماي بي ديسابوينتد، قد انتم تشعرون بخيبه الامل، تصيرون محبطين، تصابون بخيبه امل، وين ذا ثينجز يو باي ارايف، عندما الاشياء اللي انتم اشتريتوها تصل. فور اكزامبل، مثلا كلوز، الملابس، may not fit you، الملابس قد لا تلائمكم، لا تناسبكم، ما تكون fit، يعني بالفت عليكم، fit. secondly، ثانيا shopping، التسوق، can be unsafe، تسوق يعني الالكتروني، can be unsafe، يقصد به انه غير امن، but not if you use ولكنه ليس كذلك if you use in انتم استخدمتم a safe site، انتم استخدمتم موقع امن. لاحظون اعزائي هنا ايش طلب من عندي؟ طلب من عندي مثلا اسوي باراجرافين، كل باراجراف يعني اقل من 90 كلمه، احاول استعين بهذا النموذج اللي اعطيتكم اياه، زائد انتم ممكن
تتوسع انت تكتب من القطعه، وممكن تتوسع اكثر بالموضوع باعتبارك انت وصلت في مرحله تقدر شويه شويه تكتب مع نفسك وتطور قابلياتك. زين، هنا يقول لي work with two partners، سي اعمل مع شريكين اثنين، يعني هاي يعني هذا التمرين سي هذا يعملون بثلاثه اشخاص، ثلاثه اشخاص work with two partners، اعمل مع شريكين مع زميلين اثنين. say what you think about shopping online، قل ما انت تعتقده حول التسوق الالكتروني اونلاين مباشره يكون عبر الانترنت. think about فكر what the text said، تفكر فيما النص قاله، فيما قاله النص. and these questions، وهذه الاسئله، هاي اسئله ممكن تبدي انت رايك فيها. مثلا نشوف الاسئله شنو هي، يقول مثلا what kind what العفو what kinds of things what kinds of things can you buy online، شنو هي الاشياء اللي انت تستطيع شرائها من الانترنت. هاي انت مثلا تذكرها، تقدر تقول كل الاشياء مثلا، او تقدر مجموعه اشياء مثلا، تبدي تعدد مثلا، تعدد الاشياء اللي انت ممكن تشتريها اونلاين عبر الانترنت. do you agree with the advantages discussed in the text، هل انت تتفق مع المزايا اللي تم مناقشتها in the text في النص، تتفق وياها لو ما تتفق. زين، can you think of any other advantage، هل يمكنك ان تفكر في مزايا اخرى، في اي مزايا اخرى ممكن تذكرها. do you agree with the disadvantages discussed in the text، هل انت تتفق مع الاضرار اللي تم مناقشتها in the text في النص. can you think of any other disadvantages، هل يمكنكم ان تفكروا او هل يمكنك ان تفكر بالاضرار، باي اضرار اخرى يعني ما ذكرت. do you like going to shops، هل تحبون الذهاب الى المحلات. why، لماذا. why not، ولم لا. have you ever bought anything online، هل انتم في يوم مرت عليكم، يعني مرت عليكم بالسابق، صارت عندكم انه اشتريتوا buy anything online، اشتريتوا اي شيء عبر الانترنت. would you like to، وهل ترغبون في ذلك، هل ترغبون في ان تسوون هذا الشيء، انه تشترون اونلاين عبر الانترنت. طيب يقول لي لسن السابعة، يقول لي find these words، find these words in the text، جد هذه الكلمات in the text في النص. on students book page 81، بصفحة 81 بالكتاب الطالب، جد هاي الكلمات اللي موجودة. شنو هي الكلمات؟ solar panel، solar panel اللوحة، هاي الألواح الشمسية، اللوحة الشمسية، الخلايا الشمسية. fiber glass الألياف الزجاجية. revolve يدور أو يتعاقب، revolve يدور أو يتعاقب. launch يطلق أو ينطلق. وorbit مدار، هذه موجودة طبعا بالنسبة للقطعة اللي تتعلق بالفضاء. try to work out، حاولوا أن تكتشفوا their meaning، المعاني مالتها. and use them، واستخدامها in the sentences in your own، في جمل من استخدامكم الشخصي، يعني انتم تحاولوا تلقوا معانيها وتحطوا وتختاروها، يعني تدخلوها بجمل من خلال النص اللي موجود صفحه 81، تستعينون بها اعزائي الطلبه. طيب انتهت صفحه 122، والى اللقاء.